وطبعا ما تنسوش السفره دايما ما بتحلاش الا بطبق شوربه حلو او طبق سلطه له قيمه غذائيه. السلطه بتاعت النهارده عروسه السفره اللبناني اسمها تبوله. التبوله ازاي تتعمل وتتحط على اي سفره؟ لازم تقول انا التبوله، ما ينفعش نغير منها، ما ينفعش نستبدل البرغل برز او نستخدم البرغل بفريك، بقدونس، طماطم، بصله ناعمه، بهار حلو. وهو البهار الحلو تعالوا نشوفه مع بعض ازاي نعمل التبوله. مقاديرها معايا جاهزه مش هتاخد مني وقت. تبوله برغل ناعم، بقدونس مفروم، طماطم، لما اقول مفروم يعني متقطعه، معلش عشان المعنى اللغوي شويه حضراتكم تبقوا عارفينه. بقدونس مفروم ناعم، والشطاره في انك تفرم البقدونس بالسكينه مش في المفرمه ولا حاجه عشان تحافظ على الورق اللي موجود فيه، وطماطم متقطعه مفرومه ناعم، والبصلايه اللي هتتخلط بالبهار الحلو اللي هنعرف تفاصيله. التبوله يا اختي ما تاخدش توم من فضلك، التبوله يا اختي ما تاخدش خيار من فضلك، التبوله يا اختي ما تتبلش بلا بكمون ولا بكزبره. المقادير على الشاشه، بقدونس مفروم، طماطم متقطعه ناعم كريهات صغيره بعد ما نشيل قلبها عشان الميه اللي جوه الطماطم بتخلي التبوله مصيصه، برغل اتغسل مره واثنين وثلاثه صفناه من الميه ومنقوه عندنا، البهار الحلو اللي هو اساس عمل التبوله. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي سريعا. اول حاجه كده بجيب بايركس كبير او ازازه كبيره زي دي كده، اعتقد بطبق التبوله اللي على السفره مع شويه سمبوسه تبقى كده السفره مكتمله، تقول انك انت شاطره. ادي البصلايه الناعمه دي الاساس اهيت، بصلايه مفرومه كده ناعمه بالشكل ده كده صغيره. التركايه بقى بتاعت التبوله بهار حلو. لما اقول بهار حلو يعني كوبيبه صيني. عرفت ايه هو البهار الحلو؟ اللي هي الكوبيبه الصيني بتشتريها من عند العطار، بيسموها في الدول العربيه بهار حلو. اخواننا اللبنانيين اللي هم شطار في عمل التبوله والفتوش والسوريين كمان يسموا الكوبيبه الصيني بهار حلو. احنا عند العطار هنا في وسط البلد اسمها كوبيبه صيني. اهي اهي سقطها كده على البصلايه، وبايدك لا بمعلقه ولا بشوكه تمسكي البصلايه كده تفركيها جامد بالايه؟ بالبهار الحلو. دي الاساس بتاع التبوله اهو. الفركه دي مهمه جدا. اصبح ان البصله هنا ملهاش اي ريحه. التركايه والتفاصيل اللي بقولها دي مهمه جدا لعمل التبوله عشان احنا بنأذي التبوله. في سلطات ما ينفعش ان احنا نغير من مسارها، نغير من شكلها، لان لازم على السفره نقول اول ما نشوفها نقول دي تبوله. هنحط على البصلايه الناعمه دي عصير ليمون بكثافه كده، مفيش مشكله. التبوله تحب عصير الليمون وزيت زيتون. حلو قوي. يبقى تبوله يعني بصله ناعمه يعني بهار حلو يعني عصير حامض يعني زيت زيتون وشويه الملح الحلوين بايدك كده، والملح ده اختياري. اصبح ان الخلطه دي جاهزه بتاعت التبوله. خلاص دي التبوله، التتبيله بتاعتها دي اللي يهمني على فكره. ولكن البقدونس مع النعناع الاخضر مع الطماطم المفرومه مع الخس البلدي بتاعنا الجرنش بتاع التبوله ده مهم جدا. زي الفل كده دول مع بعض. هنسلم خليهم كده على جنب عينيا الاثنين، ونشوف بقى ازاي نقفل التبوله مع بعض. بنجيب بوله زي دي كده، بناخد الطماطم دي ننزل بقى هنا ونخلي شويه نجرنش بيهم طبق التبوله، ننزل بالبقدونس على الطماطم. اتعلمي تعملي التبوله ازاي؟ جوزك بيسافر من هواة السفر، بيروح على لبنان، بيروح على سوريا، بيروح على الدول العربية، تحية كبيرة لكل الجميع. عايز يرجع ياكل التبولة اللي أكلها في المطعم الفلاني. ننزل بالبرغل، من فضلك برغل، بلاش تقولي بقى رز واخترع، أهو برغل زي الفل تمام. ننزل بالخلطة بتاعتنا اللطيفة دي كده أهي، دي مهمة جدا أهو أهو. ودي يا ريت قبل الأذان مباشرة، يفضل خلط التبولة بالتتبيلة بتاعتها قبل الأذان مباشرة. هنعمل إيه يا عم الشيف؟ هنقلب كل ده مع بعضه. تسيبوني أقلبها كويس بقى ونغرفها مع بعض بعد الفاصل، إيه رأيكم؟ عشان نكسب وقت أهي. دي قبل الأذان مباشرة، جوزك اتصل وقال لك أنا جاي في الطريق أو المغرب فاضل له خمس دقايق تبدأي تتبيل التبولة دي. أستأذن حضراتكم ناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع لعروسة المطبخ اللبناني، عروسة المطبخ الشامي، التبولة يعني معنى كبير وطعم جديد.
تبولة لما تاخد أصولها في التتبيلة بالشكل ده كده اهي، نازلة مبسوطة على الخس الكابوتشا. بصراحة هي عدلها مش خس كابوتشا عشان نبقوا صادقين مع بعض، هي عايزة خس بلدي بتاعنا، والبلدي يوكل برغل، بقدونس، ورق النعناع الأخضر. لما تيجي تفرم النعناع على التبولة أو الفتوش من فضلك شيل العرق الأخضر أو العرق بتاع النعناع، عشان ده ما ينفعش نحطه في السلطة أيا كانت هي، عشان ده في الآخر بيمرر لنا السلطة بتاعتنا. الجرنش بتاعنا شوية طماطم كده، بعض المطاعم بتجيب الأطباق اللي هي الأوفال الفخار بتبقى لطيفة، يحطوا الخس، طماطماية، عروسة، فعلا هي عروسة السفرة اللدنية. كده السلطة جاهزة، تعالوا نشوف أخبار التورلي إيه. حلوة التورلي معانا. طبعا يفضل السلطة دي للأمانة قبل الأذان مباشرةً.